مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سالت أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في عموم مناطق المملكة، وانتشرت كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في المنطقة الشمالية والوسطى، هي عبارة عن حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي. ننتقل الآن وإياكم لاستعراض تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد. يوم الجمعة تستمر تأثيرات كتلة هوائية حارة في عموم الجزيرة العربية، لكن اعتبارا من يوم السبت تقترب من شمال المملكة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد، قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط عبر منطقة بلاد الشام نحو شمال المملكة، تعمل على انخفاضات واضحة على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة تحديدا اعتبارا من يوم السبت وتستمر خلال الأسبوع القادم. وبالتالي سيكون الطقس في المنطقة الشمالية خلال الأيام القليلة القادمة خلال ساعات النهار حار نسبيا، أما خلال ساعات الليل يكون مائل للبرودة بشكل عام. أما باقي مناطق المملكة يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة ومستقر بشكل عام. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة: تسود أجواء غائمة جزئيا بغيوم عالية بدون فعالية، 31 درجة مئوية كحرارة مقاسة، الملموسة 29 الرطوبة منخفضة، والرياح تكون خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة الرياض أيضا للثلاث أيام القادمة: يوم السبت طقس حار مع 43 إلى 32 درجة مئوية، ترتفع قليلا يوم الأحد يسجل 44 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 33 درجة مئوية، ونفس الأجواء والحرارات تقريبا يوم الاثنين مع 44 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 35 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.